فقرة سيلفي سياسي، إعداد وتقديم جلال الطويل، وإخراج خالد أطرميز. مرة جديدة مرحبا مستمعينا مرة تانية ببرنامجكم سيلفي. هالمرة رح نروح لفقرة سيلفي سياسي. شو هي سيلفي سياسي؟ سيلفي سياسي نحن حنمسك الموبايل ونلقوت سيلفيات للسياسيين اللي عنا، للائتلاف، للمجلس الوطني، للمجالس المحلية، للحكومة المؤقتة، لكله على بعضه. حناخد له سيلفيات ونورجيكم إياها على الماشي. هالمرة رح نروح على الائتلاف وتصريحات الائتلاف وأخبار ائتلافنا العظيم الذي يعني لهلأ هو مفوتنا بألف داهية. قال الائتلاف: مجزرة في جاسم، إرهاب الأسد يمتد والصمت الدولي أساس الجريمة. ارتكب نظام الأسد مجزرة مروعة في مدينة جاسم اليوم، راح ضحيتها 30 شهيدا وقرابة 100 جريح، حيث أغار طيران الأسد على أسواق جاسم وحاراتها ممطراً إياها بالقذائف والصواريخ، مما سبب دماراً كبيراً في منازل وبيوت الأهالي. وهو ما عبر عنه نصر الحريري الأمين العام للائتلاف بأنه نتيجة طبيعية ومتوقعة جراء الصمت الدولي. عفواً ما فهمت. شو نتيجة طبيعية؟ كيف يعني؟ مثلاً أنه يعني راح 30 شهيد وميت جريح وبتقلي نتيجة طبيعية؟ يا رجل، يعني انت متخيل انه المشهد، يعني هاي الجملة بتركب على هذا المشهد؟ ما يعني من وين جايبة اصلا؟ انت تخيلت المشهد في 30 جريح وفي يعني في 100 جريح وفي 30 شهيد؟ يعني صريخ لحاله بيخليك ما تقول هاي الجملة. يعني نتيجة طبيعية؟ لا، او متوقعة. يعني انا فهمت كل شيء، بلعناها هاي الطبيعية، بس متوقعة؟ عن جد انت متوقع لتكون متوقع المجزرة قبل بوقتها؟ طب خيو، اذا انت بتتوقع كتير، توقع لنا انت بده يسقط النظام معيتك. المهم، كمل السيد الحريري وقال ان عدم جدية المجتمع الدولي في وضع حد لإجرام الأسد في جاسم والرقة وغيرها سيجعل من جميع المناطق السورية فريسة لهمجية قوات الأسد. فريسة؟ يعني بلعناهن، راحوا مع هيك أنينة كولا هدول اللي قبلهم طبيعية ومتوقعة. بس يعني شلون من نبلع كلمة فريسة؟ عن جد مين اللي بك؟ يعني ذكرتني وقت كانوا يقولوا لنا اكتب موضوع تعبير عن بابا وماما وإلى آخره بصف السادس والبعث وزهرتي يا زهرتي. فريسة يا رجل، عن جد خيالك واسع، خلق ليفترس. الخبر الثاني بيقول: السبت 29 تشرين الثاني نوفمبر، الرقة تذبح، التلكؤ الدولي في إنقاذ السوريين يدفع نحو الإرهاب. انتقد سالم المصالط المصالط المتحدث باسم الائتلاف الوطني سلبية الدول في التعامل مع الأزمة الإنسانية في سوريا. سنتمكن بسهولة من الخروج من هذه الأزمة. لا والله تخنتوا، يعني عن جد تخنتوا. 4 سنين ونحن عم نحارب من شان نقول حافظوا على كلمة الثورة السورية. يعني كل القنوات غيرت وبدلت وقامت وحطت، يعني البي بي سي من ثورة إلى أزمة إلى الحرب الأهلية إلى مدري شو إلى التسميات اللي يعني إذا بدي أفرد هلأ بروح البرنامج عليها. وانت حدا من الائتلاف، لا المتحدث باسم الائتلاف الوطني لقوى المعارضة بين قوسين، بيقول الأزمة في سوريا. الأزمة يا رجل، الأزمة. المهم عن جد انا ما افهم كيف يعني كيف بيوقفوا هيك وبيقولوا، يعني كيف بيسترجوا يقولوا هدول الحكيات، انا ما افهم. وقال ان التلكؤ الدولي في دعم السوريين لن
ينتج إلا المزيد من الدمار والفوضى التي تترك الباب مفتوحاً لتكاثر الإرهاب بإشراف مباشر من نظام الأسد. فالوحوش خلقت حاضناتها الخاصة بها ولم تعد بحاجة إلى حاضنات، وبدأت تتكاثر وتطلق وحوشاً أخرى. يعني ما بيذكروني غير بي، يعني التعابير تبعهم ما بتذكرني غير بي بالأساتذة تبع اللي بيحط نظارات، هذا عمره شي مليون سنة بيكون، وصار له يعني هو معين من قبل حزب البعث، بيكون ضابط مخابرات قديم ومتقاعد وبيكتب هيك عربي، بيحس يعني في تقرير بالموضوع، بيحسسك انه هو عم يكتب فيك تقرير. شو هي يعني تكاثر الإرهاب؟ تكاثر يعني ذكرتني بالمداجن والتكاثر والجاج وعود عليهم، بلكي فأسوا مثلا الإرهابيين الصغار مثلا. يا سيدي يا سيد سالم، شكلك بتحب التكاثر، بس الله يكسر من أمثالك، يكثر من أمثالك، والله يطفيك بنوره. الجمعة 28 تشرين 2 نوفمبر، نطالب تونس بإعادة النظر حول فتح مكتب لها لدى نظام الأسد. طالب هادي البحرة رئيس الائتلاف الوطني السوري تونس بإعادة النظر بخطوتها الأخيرة في فتح مكتب إداري لدى النظام الأسد، وقال البحرة: نأمل من إخواننا في تونس إعادة النظر في مثل هذه الخطوات، لأنها ستعطي نظام الأسد مؤشرات خاطئة لمواصلة الاستمرار في قتل السوريين. يعني مثلا هلا بغض النظر تونس مع الثورة السورية ولا إلى آخره، يعني فكرك أنه إذا فتحوا مكتب لتونس بسوريا نظام الأسد حيتشجع أكتر، حيساوي مجازر أكتر؟ يعني أنت يا رجل حاكيهم بصفتك، أنت عم تحكي، مو أنتوا بتقولوا أن الائتلاف هو الممثل الشرعي والوحيد للثورة السورية وللسوريين، مو للثورة السورية عفوا، للسوريين، لأنه يمكن ما بتمثلوا ولا شيء بالثورة السورية، يمكن، بس عن جد يعني بما أنك أنت بتمثل سوريا حاكيهم كدولة يا أخي، خليهم يفهموا منك كدولة، مو بتحاكيهم بهاي الركاكة، في ركاكة بالموضوع. المهم، وأضاف البحرة: نحن نعارض هكذا خطوة ولا نرحب بأي خطوة تعطي نظام الأسد المزيد من الفرص والمؤشرات الخاطئة للاستمرار في قتل الشعب السوري. يعني أنا عندي سؤال هيك على الهامش، لهلأ يعني المجلس الوطني الليبي والمعارضة المصرية، لكل شيء معارضات انخلقت بكل الربيع العربي، كانت في إلى هيك تمثيل أو إلى وزن عند العالم، إلا معارضتنا ما له وزن. لك حتى تونس ها يعني مهد الثورات العربية بدها تفتح مكتب. تعرف ليش بدها تفتح مكتب عند نظام الأسد؟ مو لأنه هي تخلت عن الثورة السورية، لك ما عندها ثقة فيكن، يعني خلاص نفضت إيدها، حتى تونس نفضت إيدها، فما بالك بالدول العظمى ولسه بيقولوا لك متضايقين من فتح مكتب. روحوا ربي يفتح لكم أبواب الأندلس مرة تانية. الجمعة 28 تشرين 2 نوفمبر، الأمير في جنيف تحدث عن السوريات ومقاومة الجحيم في درب الحرية. ألقت نور الأمير نائبة رئيس الائتلاف الوطني السوري في جنيف محاضرة بعنوان السوريات ومقاومة الجحيم في درب الحرية. يعني إذا هذا هو كله عنوان المحاضرة، تتخيلوا كم واحد نام بهي المحاضرة؟ يعني والله يعني فيك تقول المرأة السورية لحالة عنوان بكفي، يعني سوريات بتكفي كعنوان محاضرة، بس يعني السوريات ومقاومة الجحيم في درب الحرية، والله كتير كتير يا نورة كتير. المهم، وذلك بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة، تتحدث فيها عن نضال الامرأة السورية في الثورة وما تعرضت له من قمع وإجرام من قبل نظام الأسد ومن ثم من داعش. وقالت الأمير في سياق المحاضرة: إن أصل ما يروع العالم اليوم من جرائم هو وجود نظام الأسد. واستعرضت الأمير شهادات حية عبر سكايب لناشطات تعرضنا للاعتقال وكنا ضحايا عنف يحاول كسر إرادتهن. يعني عن جد يعني مثل القنوات الإعلامية وقت بتاخد مثلا واحد هلأ طالع من المعتقل وبيحس هذا المعتقل إنه
يعني حيتعلق فيهم أو هدول حينقذوا. هلأ طلعت أنا من المعتقل فبياخدوه سكايب أو بياخدوه بمقابلة وبيوعدوه تحت الهوى بشي وخير الله وشغلات وآخر شي طبعا يعني بيسكروا. يعطيك العافية يعطيك العافية دج توت 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 توت. بدي أسألك نورا، أنت هدول اللي أخدتيهم سكايب ساعدتيهم بشي تاني غير سكايب؟ أخدتي بس شهادات ولا يعني انتو مثلا ساويتوا لهم قصص؟ يعني انا من يومين شفتكم انه عاملين الحمله لمحوا الاميه للنساء بالغوطه، بس مصورين صوره والله مؤذيه، يعني مؤذيه جدا انه صافين نساء سوريا هيك وحاملين شهادات ومغطين فيهم وشهم. يعني عن جد ما عاد تستحوا من هاي القصه انه توقف بني ادم او يعني مثل اللي بيحطوا له مثلا انه حامل كيس حليب وهن حاملين مثلا شهاده انه تخرجوا من محل الاميه؟ يا ائتلاف يا نورة يا صديقتي، المرأة السورية مو بحاجة لشهادة لمحو الأمية، هي اللي عم تكتب، هي أم عم تكتب أبجدية جديدة من جديد، يعني من أول وجديد، فما في داعي للأحرف هلأ، في داعي إن تكوني معها بكل شيء بكل تفاصيل حياتها، مو بس تاخديها سكايب. ناخدك سكايب معنا إن شاء الله بشي برنامج، وسكايبا يا دموع العين سكايبا. طبعا الحكومة المؤقتة كمان ما يعني ما فوتت الفرصة انه الدين مجزرة الرقة. انا اللي بدي اقوله انه حكوا نفس الشيء، يعني انه دين وانا استنكر مجزرة الرقة والى اخره والى اخره. الائتلاف والحكومة المؤقتة، يعني بصراحة بس انا بدي دقق على التوقيت انه هذا البيان صدر عن الائتلاف وعن الحكومة بعد تقريبا 12 ساعة من المجزرة، يعني ما فاقوا من النوم بشكل مستعجل وطلعوا بيان، لا، ضلوا نايمين، وصلوا للخبر وفاقوا الصبح، نزلوا على اللوبي بالفندق اللي قاعدين فيه، فطروا واخذوا كرواسان واخذوا شويه هيك عسل وكذا منشطات وحيويه، منشطات مشان هن سياسيا يكونوا متقدين، وراحوا بعدين كتبوا بيان الاستنكار. بس مثلا اذا في اجتماع للائتلاف او للمجلس الوطني او للحكومه المؤقته بانه مثلا يعينوا حدا، ينصبوا حدا، يرفعوا رواتب حدا، بخمس دقائق بيلتم المجلس كله وبيكون في اجتماع على مستوى القمه وبيقوموا بحطوا بضلوا سهرانين طول الليل وطول النهار مشان ما حدا ينقص راتبه وما حدا يتعين بدل حدا. الكراسي اهم شيء. أما المجازر بالرقة وبدرعة وبإدلب وبدير الزور بيجوا بعد الراتب وبعد المنشطات. الله ينشطكن، الله ينشطكن لندبركن. طبعا مستمعينا هاي كانت أول سيلفي سياسي بهذا البرنامج بأول حلقة، يعني كانت على الخفيف، يعني شغلة شمة من تحت الجلد، إبرة تحت الجلد مو لجوا. السيلفي اللي حناخده لسه أغمق وأغمق وأغمق، بشركن يعني كانت على الخفيف، حلاقة على الناعم، لحمسة هيك، تغنيج إلى آخره. بس يعني بوعدكن سيلفي هيك ولسه ما أخذنا لسه شو وش، يعني هيك كانت فقرة بما أنه بأول حلقة وأول فقرة فهي على الناعم على الخفيف لحمسة، فيعني القوا إذا بتلقوا. لكل واحد مجهزين سيلفي والائتلاف خلفي. فقرة سيلفي سياسي، إعداد وتقديم جلال الطبيل وإخراج خالد أطرميز. يلي عنده وطن للبيع، يلي عنده حدود للبيع، معابر مفخخة، مناطق محررة، مناطق مطهرة، مناطق مدمرة، مناطق محاصرة، يلي عنده نظام للبيع، يلي عنده رئيس للبيع، ائتلاف، مجلس وطني، مجلس محلي، مجلس مو محلي، مجلس شعب، مجلس مجالس، بلديات، هيئات شرعية، هيئات لا شرعية، محاكم للحاكم، ومحاكم ما بتنفع للحمام إلا محارم، محارم، معارضين، معارضات، مثقفين ومتثقفات، ناشطين جداد، ناشطات مستعملات، ناشطين محليين، ناشطات مستوردات، مؤامرات، مؤتمرات، مثل
قطع البلاط مندسين مندسات قنابل براميل مسدسات ار بي جي وعلى العمياني هاونات بكسي مركبة على مسكليتي سيارة مفخخة عبواس كودات وطيارات ودبابات مجازر مستعملة سياسيين خردة سياسيات على الموضة جمعيات تجمعات مخيمات جبهات موحدة جبهات وجبهات داعش وحالش والشعب المعتر على جوازة الكبة فارش فارش الأرض بساط والسما الحاف وعم يفطر الوجع على الريق حاف هذا كله لأنه ما خاف وبصيص ضو صغير بآخر العتمة هنيك شاف قاف 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 والشعب ما خاف وما وقف مظاهرات وتشييع الشهيد صار طواف قاف 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 تحولت القاف لقمع قتل قنبلة قصف قبر بقلبه قصة نصر قاب قوسين قوسين قوسوا على بعض ما قتلوا بعض قتلوا بيناتهم حروف بس كمان قتلوا الخوف قتلوا أمر صغير عمره 11 شهر 11 موسم أمح قتلوا علي وقتلوا عمر بقانون قابيل بس نسيوا انه الفارة بترعب الفيل وقد ما كان الليل طويل الصبح رح يطلع ورح نضل نفيق ونحن عم نسمع يلي عنده نظام للبيع يلي عنده رئيس للبيع ائتلاف مجلس وطني مجلس محلي مناطق محررة مناطق مطهرة مناطق مدمرة مناطق محاصرة معارضين معارضات ناشطين جداد ناشطات مستعملات للبيع بس اللي عنده معتقلين معتقلات جرحى ومهجرين مشردات ودم شهيد وشوية كرامة هذا الشيء لا بينشرى ولا بينباع.